فاتحة أبوابها للكل. الفعاليات اللي قاعدين نشوفها، الحفلات، كلها تشجع أن الواحد يزور السعودية. أحبك لو تكون حاضر، أحبك لو تكون هاجر. سوي تحدي، دور عن أرخص زولية بسوق الزل. خمس ريال، عشرة. أسأل سؤال وكل واحدة عندها خمس ثواني، اللي ما تجاوب فيه حتخسر. الحين من اللي ياخذ الشكر؟ حامض وفي حلاوة. والله في تحدي بعد. لا عفوا. اخرج يكون. شكرا انكم انهيتوا مسيرتي الموسيقية. هلا والله. شايفه بارك والله. انا 10 خلاص عادي. خليجية. شو الاخبار؟ سهلا دحينا. يا هلا. بما اننا كذا بدايه اليوم أوكي. نبدا نديكم اطعم الاكلات عندنا كذا سفره نجديه. ايوه استمتع فيها لانه انا سامعتك من اول جيعانه. ايوه اول مره واول مره فلازم تجرب ان شاء الله كل الاكلات. احلى شيء القعده المكان اول ما تدشين ينم. أيوة. يعني عرفتي ينقلك عالم ثاني. افرقت عليكم السعوديه اول قبل فتره؟ متى اخر مره جيت السعوديه؟ الاسبوع اللي فات. انا احبها، انا احب ان على طول في اماكن جديده. صح. واحب ان اليوم صار حتى في تسهيلات اكثر، يعني صح. عندي اصدقاء مثلا من جنسيات مش خليجيه، صار سهل الدخول. إيه. الفيزا ابلكيشن صار سهل، وايد سهل الموضوع. صح. انك تجي يعني احس ان اليوم ما شاء الله السعوديه فاتحه ابوابها للكل. لاحظت بالاستقبال باي مكان عرفتي دائما القهوه هني مميزه. 60 فنجان باليوم، 50 فنجان باليوم. شايفه ما شاء الله. عشان يعدل المزاج. وصل الاكل يا هذا عرفه. ايوه هذه نفس اللي عندنا. سلطه استودعتك وزني. هذا خبز يا بنات، هذا اسمه خبز التاوة. ايش بكم ما تعرفوا؟ اوكي عرفنا الحين، شكرا على المعلومه. شنو بوري؟ ايه تقدروا تاخذوا سمبوسه الحين عشان يسمونها سمبوسه ولا سمبوسك؟ سمبوسك وسمبوسه يعني. لا تفرق سمبوسك من زمان الحين يعني لما تصير خلاص صار سمبوسه. لما تصير في عوله ما صرنا سمبوسه. بسم الله بسم الله. انتوا تفضلوا، انتوا احنا ضيفكم بالعافيه. يا ويلي يا ويلي نوف. فاهمه؟ وايد لذيذه. فلوفي فلوفي بالعافيه. تعرفي ايش كان المفروض ينهى؟ كان المفروض كل واحد ياكل لقمه من واحده. حلفه كل واحد خير؟ انت شنو طلع؟ جبن. انا لا طلع فيها خضار. انا بقول كمل. اهلا مرحبا فيك. اكلات شعبيه نجديه. عندنا هنا التمن كذلك، وعندنا القرصان، وعندنا المرقوق والجريش وكذلك. ما شاء الله. عندنا الطبق الرئيسي عبارة عن كبسة لحم، وبرضه كذلك اللي هو لحم الحاشي والدجاج كذلك. هي الأصول طبعاً ندب الخمس.
اليوم عشان الكشخة عشان كشختنا. شكرا شكرا شكرا. ايش احط لك؟ العيش الاحمر هذا شكله قوي. يلا هاتي. قطش في الدياية مشوية صدقتيني؟ هذا اللي انا شايفه. هذه مو مشوية هذه فرن. انت ايش تبغي، الاحمر ولا الابيض؟ والله على كيف تحطي لي. اوكي احمر مع الدياية. بنات هاي هذه انا اللي مزيتها. خبزتها بحب. نوينه. لذيذ نوالي. انا احب الجريش. الصمت في حرم الجمال جماله. بالعافيه. بس نفس الطعم ترى. نفس الشيء نفس الشيء. احنا عندنا العينه وخضار ولحم، وتطبخين العينه بماي اللحم. ايوه هو نفسه تقريبا. شيف شراكم فيني وانا شيف. طباخه مع الشغل والله. خلاص أجل نستنى منك طبخات. وصلى 10 سنين مطابخة. 10 سنين مطابخة. أجل فعلاً حنستنى. مرقوق. لازم الإفطار يكون خفيف. إفطار. حسيت بإحساس الصيام صح؟ هذا مقلقل قال صح؟ اللي يصير مثل حمسة لحم. يستاهل باليسار عادي. لا تاكلين إيدي بس. هذا اللي اقولش هتاكل صوابعك وراها. هذا لذيذ قلقل قوي. ها انتبهوا تشبعوا مره لانه لسه جدولنا طويل ورانا في اكل زياده بعد. حلا عندي مكان حق السويت لازم. تمام بالرياض الواحد لازم يصير عنده معدتين بس. والله معده حق الاكل ومعده حق الحلا. كل بعد هذا حق القهوه تمام. اي صدق هذه على جنب مره بالذات لنهى. عندنا كذا تحديات نسويها. انا جاوبت اول شيء. خلاص نهل خسرانه. من اول ملاحظه من اول ملاحظه من اول محاوله يا شباب. ما شاء الله حلو المكان. انا عجيبكم الاماكن ايش الحلوه. حبيت. هذه سبحانيه صح؟ ايوه تهبل. الحين شوفوا عندنا كذا تحديات حنسويها. كل تحدي حناخذ عليه مبلغ شيئا حلو، وحنقعد ايش نجمع لين حبيبتي انا قد الله من شيئا. ايوه شنو تاخذون؟ تاخذوا جيفت كارد. الله مشتريات من شيئا. من شيئا يعني 1000 2000 حيتوصل 3000 و3000 يعني تخيلي حتجيبي شيئا كله. السعر يعني ولا شيء. اتوقع هذا حلم كل بنت. يعني من ما يشتري من شيئا يعني عافيه. الكواليتي هب، الالوان اللبس عندهم حقيقي. كل شيء الستايلات يعني أيوة. ما اعتقد في احد ما يتسوى لو على السعر هذا صدق تجيب لي شيء كله. فاول تحدي نبدا كذا بسيط ما اننا جالسين كذا نسال سؤال وكل واحده عندها 5 ثواني اللي ما تجاوب فيه حتخسر. اوه صدق حطت تايمر. ايوه 5 كذا ما تغش. ستوب واتش يلا. اوكي 1 2 3 اسألي. اول سؤال نسالكم هو اسم قطع ملابس مهمه في ثقافتنا وهوية. عبايه. اوكي ممكن دراعه. قفطان. ايش يعني هذا نفس هذا قفطان هذا اللي نسميه دراعه. دراعه دوري. نقاب. اي ممكن. انا ليش رحت على قفطان؟ لان احنا لابسين قفاطين. بس خلصنا ثلاث اشياء بس انا جاوبت اول شيء. خلاص نهل. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني اسم افضل خامات للملابس في الصيف في عالمنا العربي. قطن. حرير. حرير في الحر. عادي يلبس. انت بتخسروني الحين. لا شنو جاوبت غلط خسريها. صيف صيف ستان. ستان حار خسريها. بس يعني انا هذا لبسته خفيف بارد. هذا قطن. القطن حلو معروف. هذا ايش اسمه طيب؟ هذا لينن جنن يهبل حق الصيف. يعني هذا شيء ان بعد. ايوه هذا شيء واو جنن. اعطيني رقم القطعه بعدين لان بطلب مثلها. خداك والله تهبل خداكي. طيب شوفي الحين انت الخسرانه. انا اسفه. اي ايش يعني ترى يلبسون حالي. اشكر عدالتك يا ساره. يلا اخر سؤال. ايش الهبه في الموضه هذا الموسم؟ اوكي اول هبه انت لابستها. واو الكروشيه. الكروشيه لابسه كروشيه هبه. اوكي مونوكروم. مونوكروم يعني ان البدل من فوق لتحت تلبسين لون واحد نفس نوف. مونوكروم هبه بالصيف الشفاف. اوكي اللي هي الماتيريال هذا الشفاف. خسرانه انا. اوكي خسرت. شنو قاعد تجاوب؟ شنو قاعد تجاوب؟ ترى على فكره الوجز اللي انا لابستهم هبه. هبه مسالك هبه يعني احنا على الهبه. احنا على الهبه.
فالخسران انتي. لا نعم نعم سارة انتي اللي خسرتي. سارة انتي خسرانة. طيب انا الخسرانة. اوكي شوفوا انا بما اني اعرف اني حفوز عليكم في التحدي الجاي فخذوا انتوا 450 450، لكن التحدي الثاني حقي فخلاص يلا خلينا نبدا. يلا بتفوزي. خلينا نشوف. يلا حامض وفي حلاوة. عندنا الحين ثلاثة مشروبات. كنا خسرنا وللالع. انا حقيقي ما اعرف ايش فيها. طيب ولا بس انه مكتوب ايش هي. اوه هم المتابعين جميعا متابعين يدرون. اوكي يس. اوكي فاول شيء حنبدا بنها، بس هو مو بس انه تشرب ونها لتفكر ايش هو. نها حتشرب وحتحاول توصف المشروب بدون ما تقول اسمه. تعرفوا لعبه تقول بس لا تقول. اوكي انت تحاول توصف المشروب. حنشوف. عادي هي قاعده توصف غلط يعني. لو وصفت غلط هي تخسر. لو احنا ما قدرنا نجيبه. اوكي زين عيل ابشركم انا خسرانه. اللي ما يوصف صح الحين عاد النكهات ضربت كل النكهات عندي ماني عارفه شنو وضعها الحين عرفتي فانا خسرانه. يلا نلعب. خلاص نبدا بنها يلا. بس انت عندك دقيقه واحده بس. اوكي دقيقه تحاولي تشرحي فيها لنا. اوكي بلش يلا. 2 3 يور جو. هاي حار. طيب اغمض عين. انا ليش مغمض عين؟ ليه يلا فكي شوفي الحياه. يلا انت ايش تقول ايش الدور؟ لحظه دقيقه راح تخلص يمكن تستشعر الطعم. الحين ما طلع شيء. لحظه لا غمض عينك نوقف الدقيقه. والله بد شاي اخضر حامض شاي ليمون وفي حلاوه. شو انا ليش الحين مغمضه ما ادري. لا مو 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 منبه يمكن ليمون. اتوقع مرخي مرخي مهدي الاعصاب. مهدي ليمون كركديه. يمكن كركديه. اتوقع كركديه. تقول يمكن كركديه. ايش تراني حسيته شهد اعصابي لما شربت. احسه كركديه. انا اول ثاني احسه كركديه. كركديه طيب انا بس مو متاكده لانه حار. لانه حار. خلني اتاكد. خليني اتاكد يمكن ما مسوي لها. ها انا حاسه كركديه اصلا. خلصت الدقيقه حقتي. شنو شاي الاناناس والزنجبيل. لا والله انا قلت زنجبيل. انا غلطت غلط بس قلت زنجبيل والله. فين الكركديه من الموضوع يا نهى؟ فين؟ ما حسيت بالاناناس. المشكله عرفتي اول ما بلشت تقول لي الطعم عندك انت ضايع. انت الطعم عندك ضايع. انا احسب لك الحين دقيقه. طيب يلا 30 ثانيه بعد. اغمض عين. لا انا ما حغمض عيني بعد اللي سويتيه فينا من التغليف. لحظه 1 2 3 اكشن. بسم الله استني ادوق. انا اديتك اللي انت دوقي بعدين. بسرعه بسرعه الدقيقه وراح تخلص. يلا حلو ماله. لا اقول لك يطول على ما يطلع صح. حلو ماله. لحظه خلني اشرب. بسرعه خلني اشرب ترى خلص الوقت. خلاص دقيقه امان عيني والله حضحك ترى. استني زين يلا 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 انا شو راح اشربه. قاعد تنفخ علي يعني حار. شاي على طول. شاي خليها تعرف شنو نوع. في 90,000 نوع شاي. شنو اوصف. اوصف. شفتي اللي دوبنا قلنا لنوها بس ما طلع هو. كركديه كركديه كركديه. انا ايوه كركديه. اي دوج حبيبتي انا عندي حاسه. خلينا نشوف. انت قلتي الجواب المفروض ما تقولينه. لا قلتي اللي دوبنا قلنا انه وصفت كركديه حبيبتي. يلا اوكي انت كنت مقتنعه انه كركديه. ايوه مره طعمه كركديه. زين خلينا نشوف شنو هو. كركديه. شنو هو عافيه؟ شاي رمان بالعسل. ابا شكو عافيه. من وين يمكن كركديه من رمان بالعسل؟ خلينا نشوف لونه. خلينا نشوف لونه. اي والله لونه كركديه. كركديه لا شاي رمان نفس لون الكركديه. واو الله يستر. انا ايش حاطه دوقي امانه. دوقي مهدي الاعصاب. دوقي دوقي شنو وضع الرمان التوت؟ ما ادري. ابي حامل لا تثقين فيها. واحد حامض. حامض قال يعني خسرتي. يلا يلا خليها تذوق. واحد احسبي لها احسبي لها. لا خليها تشرب. اصبري حامل حار. يلا بسم الله. كم؟ ما اقدر ما اقدر. شاي نرفز. ريحته قوية. لومي؟ يمكن لومي. لومي؟ طيب اشرحي لي. لو الليمون الليمون السود. الاسود. انا عمري ما سمعت عنه في السعودية فما اعرف. طيب خلينا نتأكد منها. يعني مو كركديه. والله في فضول. لحظة لحظة. كركديه بالتوت. كركديه؟ اللي ما قلنا عليه كركديه. ما له شغل بالكركديه هو. جد؟ وقسم بالله ما له شغل بالكركديه. انا اقول لهم مستحيل يكون كركديه. خلاص لومي نهى لومي. كركديه كركديه ايوه كركديه.
وين الليمون بالموضوع؟ احمر ليمون احمر. منو اللي راح يفوز؟ كلنا خسرنا ولا لا لا. يا مثقف انت. الحين منو اللي ياخذ الشكر؟ لا والله في تحدي بعد. لا عفوا. احبك لو تكون حامل، احبك لو تكون هاجر، ومهما الهجر يحرقني. بعد الكركديه. خلاص يلا بنات التحدي الأخير. أشرح لكم طريقته عشان إيش؟ مستعد له. أيوة. يلا جاهزين. هو كلنا الثلاثة. أوكي. حيكون عندنا كلمة. أوكي. لها معنى قديم ما أتوقع إنه حتقدروا تعرفوها بسرعة. كلمة قديمة. أيوة. ولازم تدوري معناها في جوا المتحف. بالمتحف. أيوة. جوا المتحف مغطين لنا بعض الأشياء أسماءها. أوكي. وأنتي تقدري عندك ثلاثة محاولات تجاوبي. حبيت. أيوة. أنا حاسة راح أفوز. والله. حبيت. بس يعني خلي حماسك شوية عشان لو تبدأ أول. أنا أول شيء. يلا طبعًا برضو اللي يفوز دحين برضو 900 ريال. أوكي حبيت. يلا ندخل المتحف. بسم الله. ادور على المحش. يعني شنو محش؟ حاسه شيء يحش. يحش الحشيش. هذا محش؟ لا هذا شكله مو محش. يمكن هذا المحش. حاسه هذا شكله محش. يعني يحش العشب ولا العشب. محش. من اول ملاحظه من اول ملاحظه من اول محاوله يا شباب. عاشوا 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 عاشوا. محش سهله سهله لان احنا نقول بالكويتي نحش شريولك حش. لا حشيت شعري. حشيت شعري حش طلع شيء يقص الحشيش. حشيت شعري حشيت قبل هي آلة تقص الأعشاب والعشب. حشيت الملابس. أيوة حشيت راسي. نصعب الليفل عليك. سهلة. أخاف أعطيتيها سؤال سهل. أنا مالي دخل ترى هو كذا بالحظ. تيجين بالحظ. شنو كلمتها؟ لسه. راح تعرفينها ما نعرف كلمتك اليوم. دحين أنت. جنطتي أمانة عندك. خلاص. يلا. هاي يوم سلاوي. أبي تشجيع. يوم سلاوي. تشجيع تشجيع. هاي يوم سلاوي. Good luck. شكرا. دي خوخة. 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 ندور قفان قفان. لا لا كنا ايه لحظة. لا عندي بعد مرتين صح؟ مرتين. غلط مو؟ شيء هني أخضر يعني ولا واحدة يمكن هذه بس أنا الحين شلون أطولها لحظة صح. أي صح والله صح كا صح قفان يعني الميزان صح شاطرة صفقولي السلامة. والله زين عرفتيها والله فنانين احس انا اللي حخسر هذا شنو قفان انا ما عرفتها الميزان يا حياتي في اسهل من كذي يا سلام كنت ضايعه شوي بس دليل طريق اخر شيء. لا هو ميزان الخشب صح الميزان الخشب اللي بالهذا انا قاريتها موجود داخل موجود داخل والله كويس طيب ما شاء الله كل شيء موجود بالمتحف. انا اقول لكم بما انكم انتم اثنين فزتوا اي حياتي انا يعني اشك في قدراتي فلذلك حتدوني من التسعين. لا اقول لك لا باليمين قسموا معايا طيب قسمت معاكم باليمين تفضلي جود لك عاشت ساره 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 ساره. المفروض ادور على كابون. كابون يمكن كابون يعني تويلت ولا هذا ايش اصلا لا يمكن شيء حق المغسله او شيء حتى ماني عارفه اقراها سن محاله نادره الحجم ما عجبني.
طيب كابون كابينة اتصالات يمكن امزح. هذا ايش حق القهوة؟ لا كابون لا مرة صعب. هذا يمكن هو شيء حق غرف او شيء صح يمكن. لا غلط. عندي كم محاولة؟ ثلاثة. يمكن مطرقة. كابونة كابونة أشوف. الله ياي خلاص جبتها. يعني مرة صعب كابون والله يعني ما أعرف كيف ضبطت معايا. عفوا عرفتيها والله. يعني صعبة. أقول لكم الصراحة سر الفوز إنه أنا خمنت. على الله يعني ساعات على البركة والله. أنت خمنت؟ أنا خمنت إنه ممكن يكون مغسلة شيء يعني هو من جد كابون حاجة كذا تلم الموية. دورت في حق الحليب حق القهوة طلع غلط. نستاهل طلع صفقة ثلاثة. طلع مطرقة كابون مطرقة صفقة ثلاثتنا ثلاثة نستاهل نستاهل. بس إنه إيش دحين حنتقسمها مو كيفكم يعني أصلا أنا ما أحتاج إنكم أنتوا تعطوني 900 بس حبيتها أنا أحب الأشياء القديمة. إي أنا بعد حبيت الأشياء. أهم شيء انبسطتوا وايد ولسه إن شاء الله عندنا أشياء جديدة حنسويها لازم. بس كذا نقول إنه إيش خلاص خلصنا آخر تحدي في هذه المنطقة ولازم نروح الأماكن الثانية ونشوف. يلا يلا دور عن أرخص زولية بسوق الزل. 60 ريال. هذه ب70 ريال. 5 ريال. زولية من السدو الفاخر 10. وزل ترى خسر إذا فيها خصم. أرجع لك أردها. عجيب سوق الزل. يهبل الأماكن التراثية هذه والشغلات التراثية إذا كنت تدورينها في مكان معين يعني. وبعدين أنا حسبالي بس زل طلع في زل وفي بخور. يعني شيء عطور ما تعرفين يعني شنو زل؟ مفرد زل زولية يعني زولية. سجادة أوكي سجادة خليهم ضيعة. عندي فكرة حلوة بما أن إحنا بسوق الزل أوكي ومعروف في الأماكن أن تكون الأسعار حيل حلوة ومناسبة أوكي أوكي نسوي تحدي حلو ندور عن أرخص زولية بسوق الزل بس طبعا. أسمع حنخلي 3000 كلها على ذا التحدي خلاص 3000 كلها على مسؤوليتي أنا عارفة أيوة. كاسر مكاني بس خلاص نحسب 10 دقائق 10 دقائق يلا. مع السلامة استني نبدأ التايمر يلا 1 2 ثلاثة ابدأوا البحث باي مع السلامة. زولية أرخص زولية. السلام عليكم شلونك؟ أبي أرخص زولية عندك. يعطيك العافية. أبي زل عندك زل؟ هي موجود. أبي أرخص شيء. طب إيش أصغر فرشة عندك؟ عندك زي كذا سامبل؟ أرخص زولية بمية ريال؟ أرخص من 100 ريال؟ ما أدري أقول لك أشياء لمية. 60 ريال. هذه ب70 ريال. 70 أرخص. أسفالش ب50 ريال. طب كم أخذها؟ أقدر أخذها بريالين؟ أقدر؟ طب يلا خلاص أعطيني شكل حلو. أي هذه زينة. آخرها 60؟ 50 ريال. اخذ الحين لانه باخذ القطعه الصغيره هذه كم نفس هذه ايه زل هذا مو اي نعم هذا زل ها كم هذا حسبالي 30 ريال. اوكي هذه بريالين صح يعني ب6 ريال. خلاص هذه تعتبر يعني فرشه اجيب لهم 3 فرشات خلاص تصير 2 3 4 5 6 ريال صح كافيه هذه كافيه صح حلوه 50 ريال حلوه تمشي الحال لقيتها ب50 ريال يلا توكل على الله باخذ هذه زل ايوه هذه زل يعني اذا حد ناقشني زل هذه زل كم اخر شيء خلاص اعطيت سعر طيب 10 ريال 10 احس مستحيل ارخص صح لا ما عاد تحصلين بس يعني تسوي لي تخفيض لازم كم 5 ريال اخذهم 3 ب5 خلاص ممتاز 5 ريال ها تفضل شكرا لك يعطيك العافيه متاكد انها ارخص واحده بالسوق ما في ارخص منها ترى خسر اذا في ارخص منها ارجع لك اردها اه شو صار طيب يلا خلاص باخذها ببلاش 10 وزل تعتبر زل ما عاد يقدر يناقشني الله الله شكرا وين ساره لفيت السوق يا ساره خلاص خسرتوا لي فلوسي يا جماعه صراحه شعوره الاسترش كم مرين يعني صراحه زين يلا علشان اول شيء كان الطلب
ارخص زل. ارخص زوليه. ارخص زل. بس زوليه. وما تحكمتي بالحجم. ارخص زل. لا لا زوليه. زوليه طبعا. شو فايده الزوليه؟ تدوسين عليها. لا لا حياتي نقدر نحطها على الطاوله، نقدر نحطها على كينكس مزهريه، تقدرين تسوي مليون شغله. مزهريه مو زوليه. لا تحطين زل. هذه ولا يطلعوني الشغله. طب انت طلعي وقولي لنا كم سعرك. كل واحده تطلع. اوكي. هذه كم؟ كم؟ هذه. ايوه. زولية من السدو الفاخر. أيوة. المرصع بالدناديش بالخيوط. أيوة. بالخيوط الحريرية. كم؟ يعني السعر تخيلوا هذا الجمال. أيوة. وهذه الفخامة. كم؟ 50 ريال فقط لا غير. 50 ريال الزل اللي جابته بخمسين. 50. دورك انت. تفضلي. لا انت. لا حشا. طيب يلا حشة. انا جبت برضو زولية. تكسر الخاطر. لا لا حبيبتي تنحط. ثلاثة شبيها. واحد اثنين اوكي ثلاث بس زل صح. طيب الوحده بريالين فجبت ثلاثه بخمسه. تغشون انت قاعد تفضلي. لكم زل ولا زل؟ زل شهر. المخرج يشهد والمحل يشهد وصاحب البضاعه يشهد. وين راسها من كرياسها؟ لا صراحه ما اشوفها مستعمله بعدين شكلها مو براند نيو. بكم اخذتيها؟ صدمتي عيشتي. شلون بريالين؟ جميل. بس ينفع 10 10 ريال. كسرت وترى كسرت الدنيا بخمسه. انا كسرت خاطري. لا بس ترى انا على القيمه وجودته والكواليتي انا احسن. انت لا قلتي لنا كواليتي ولا قلتي اي شيء. قلتي ارخص شيء. ارخص شيء خمسه 10 50. هاتي 3000. انا ليه انا معاش انا اما انا خسرانه ولا شنو؟ هذه اصلا حتى لا ما تنطبق عليها الشروط والاحكام. لا تنطبق عليها الشروط والاحكام. من اللي دفع اكثر شيء؟ الصراحه من اللي دفع 50. انا اعتزل بعد اليوم. شو روح البيت؟ لا تعلم. خلي التحديات علي بعد كذا. احنا رادين الكويت. السلام. تعال. هذه هديه. انا اعطيك هذه هديه. خذي هذه بعد. مع السلامه. باي. امشي. محمد كنت مساح كان اهم شيء كنت مساح دي حقتي سرتي احلى مسقعه اورجانيك الله هذا ليمون ترى شايفين